اول شيء اكيد انا مبسوط وسعيد اني انا متواجد في نادي ليفانتي، وانا ما جيت هنا الا ابغى اخدم النادي، وان شاء الله اني يعني اقدر اخدم النادي وافرحهم واكون على قد المستوى المعهود ان شاء الله. والله انا من يوم ما جاني العرض بالعكس تابعت النادي، والنادي اصلا في السعوديه كثير يعرفوه، وزي ما انت شايف ما شاء الله جماهير السعوديه صارت تحب نادي ليفانتي، وان شاء الله رب يعني نحاول نفرح جميع الجماهير ان شاء الله. اول شيء احب اقول لهم ان شاء الله انه يدعوا لي اني اتوفق مع نادي ليفانتي، وان شاء الله يا رب يعني بالعكس النادي هذا ينحب، وان شاء الله يحبوا النادي زي ما انا حبيته، وان شاء الله يا رب انه نفرح ونفرح الجميع ان شاء الله. ماتشو ليفانتي.